نور من جديد مشاهدينا، صباح نور من جديد وعاد. سننتقل الآن إلى فقرتنا الرياضية لليوم التي تعتبر توأما مع الحمية الغذائية، فلا يمكن لأركان الحمية أن تتم بدون رياضة، فما هي أبرز التمارين التي اختارها لنا اليوم المدرب الرياضي يوسف قريب أغلو نتعرف عليها في الجسم السليم؟ صباح النور يوسف، كيفك؟ ما التمارين اليوم وما مدى ارتباطها بالحمية الغذائية والطعام الذي نتناوله؟ نعم، هلا دائما 70% مثل ما قلنا نحن من الدايت او من الحمية الغذائية هو بيجي اكل 70% والباقي هو تمرين، فمشان هيك اجمالا التمرين نحن بنعرفها العادية، بس اكيد الاشخاص اللي عم بيحضروا حالهم بلشوا يعملوا حمية غذائية او دايت بتكون اجمالا تمارينهم سريعة، ما حيبلشوا بالاوزان اما رح يكون تمرين قوي هاي انتنسي، يعني كل شيء بيعلي ضغط الدم بطريقه اسرع، عم نبلش نعود نحن جسمنا ما يسمى بمكنه السعرات الحراريه بتحرق تعلى اكثر، ما يسمى الميتابوليزم فينا نقول. فمشان هيك اليوم انا عم بعطي 3-4 حركات أو 5 حركات حيكونوا سريعين شوي، نقدر نركز فيهم على العضلات، لانه علميا كل ما العضله اشتغل نحن بنكون عم نقدر نخسر نسبه الدهون اكثر. نعم، فهذه هي البساطة. طب عادة الأشخاص اللي عم يتبعوا حمية غذائية بيكونوا عم يعني أكيد نظامهم يحتوي على عدد سعرات حرارية واطي نسبيا، ما بيكون عندهم كتير طاقة لممارسة الرياضة، شو بتنصحهم؟ شو ممكن ياخذوا أو بأي وقت يتمرنوا حتى يتشجعوا على التمرين أكثر؟ نعم، هلا إجمالا أول شيء وقت التمرين هو يفضل الصبح، يكون من الصبح للظهر، لأن إجمالا بعد الظهر الجسم والهرمون تبع الجسم يكون تعب شوي، يعني قوة الجسم فعليا تعبت. أكيد بالليل نحن ما بننصح بهذا الموضوع كليا، لأنه بعض الأشخاص مثلا بيعانوا بالليل بيتمرنوا بطل فيهم يناموا، فهذا موضوع ممكن يأثر. هلا بالنسبة للأكل حسب الهدف تبع كل شخص شو هو، أكيد دائما نحن يكون قديش عم نفوت سعرات حرارية بدها تكون أقل بكتير من نحن قديش عم نحرق لنقدر نلاقي النتيجة اللي بدنا إياها، فهذه ببساطة الخبرية يعني. وأكيد شرب المي كتير بيلعب دور لأنه بيساعد. طيب خلينا نتعرف إذن على هذه التمارين. يلا هلا حنبلش أول شيء يلي هو تحمية الجسم يلي هي معروفة بالجامبينج جاك، بدي أطلع فيها بهذا الشكل على شكل إنه بدي انتبه في عالم عم بيعملوا ركابوني هيك، فهيدا عم تعمل إصابات، فبسهولة بدي أطلع فيهم بهذا الشكل، خلي إجري كلهم يفتحوا مع بعض. أوكي، بس بلش حالي إنه أنا بلشت عم بعرق أو ضغط دمي عم يعلى، دغري بنزل فيها على الأرض، بحط إيدي بهذا الشكل وبلش أركض هون بهذا الشكل، انا عم شد معدتي، ظهري عم يشتغل، الصدر عم يشتغل، وبنفس الوقت المعده عم ركي عليها بشكل اكثر. هلا بما انه انا نازل بدي انزل دغري نام على ظهري وبدي اطلع فيهم. هلا مثل ما شايفين انا ما عم ريح فيهم، عم بيكونوا كلهم ورا بعض بهذا الشكل، برجع بحط اجري فيهم من هون وبطلع. هون انا عم صيب ظهري، المعده عم ضيق عليها شوي وعم رك اكثر، ما عم بعطي حالي مجال ارتاح، لا اقدر قد ما فيي اعلي ضغط دم واحرق سعرات حراريه. هلا بما انه انا خلصت المعده بدي اطلع، هو الشيء الاساسي اللي بيعلي ضغط الدم كمان، السكوات بدي انزل واطلع فيها بهذا الشكل، عم حرك ايدي هلا لانه كل ما حركت ايدي، خصوصا منيحه للاشخاص اللي ورا الكاميرا ما عم يعملوا سكور، اوكي، كل ما حركت انا عم علي ضغط دمي، إذا حطيت إيدي بس هيك عم بطئ ضغط الدم إنه يعلى، مجرد ما بلشت أحرك أنا عم عليه أكثر. هلا مثل أنا هون بلش نط بهذا الشكل، بدي أكون منتبه على ركبي أهم شيء، بخلص بفتح إجري عم بعمل شيء اسمه سايد لانجز، بدي أنزل فيها مثل ما شايفين ما عم ريح، عم خلصهم دغري ورا بعض عم بيكونوا سريعين. هون خلصت بنزل دغري برجع بعمل المعدة البلانك، عم ركز على المعدة لأنه هي الأساس. هلا بما إنه أنا واقف هيك بدي أطلع فيها بهذا الشكل بشكل سريع، والضغط كله عم بيكون على معدتي. خلص منها بنزل على بوش أب مثل ما شايفين. هلا إذا أشخاص عم بيعانوا بيقدروا يعملوها بيعملوها بهذا الشكل، ركابهم على الأرض بشكل سريع عم بيكونوا. بما إنه هلا أنا على الأرض كمان بدي مد إيدي وبدي أطلع، هيدي حركة سوبرمان مشان الظهر، عم بطلع وبنزل فيها. هلا كل ما بدي صعبها بوسع ايدي واجري لبرا، بطلع برجع بنزل. كل ما وقفت فوق اعطيت حالي وقت شوي، انا عم شد على العضل اكثر، انا عم استهلك سعرات حرارية اكثر. بنزل بطلع فيها، بطلع برجع بقعد على جنبي
مثل ما شايفين بده يكون في ضغط عالي كثير على العضل، بدي اطلع فيها بهذا الشكل. هون التركيز كله عم بيكون على المعده وعلى الاجرين من جنابهم. بخلص فيهم برجع بوقف، بدي بلش اركض بارضي. هون بلش النفس يروح اجمالا، هذا شيء طبيعي. يفضل اكيد يكون عم يشرب مي بهيدي الحالة. برجع بدي افتح اجري لبرا، عم بعمل شيء اسمه انرتايز اللي هي سوم سكوات، عم بنزل فيها ببقى شوي تحت برجع بطلع، لأنه هون عضلات يعتبروا ضعاف وصغار، كل ما كان الضغط واطي عم بعلى بكون عم بطئ، وكل ما وقيت تحت أكثر 5 10 ثواني بكون أنا عم زيد الضغط أكثر على اجري. هون بهذا الشكل برجع بنزل فيها بركض، وبنكون هون عملنا حركات سريعة. أكيد تعملناهم هون فينا نعيدهم 3 مرات ورا بعض بدون ما نرتاح في الليل. طيب هل قوة هذه التمارين أو إنه نعملها بطريقة سريعة ممكن تؤذي العضلات أو تسبب إصابة أبداً معينة؟ أبداً. مجرد ما احنا بلشنا بشيء اسمه تحمية، أول شيء حميت عضلاتي بشكل صح وعملته، ما في أوزان ما في خطر أبداً. يعني الجميل انه لم يعد التمرين اليوم يستدعي هيك اضاعه ساعتين من الوقت. بكم صح. دقيقه نقدر انه نقوم بالاساس؟ الاعتماد على وزن الجسم كمان هذا الشيء كثير اساسي، لانه بصير العضلات الداخليه بالجسم وهذا الشيء كثير مهم. نعم، شكرا لك المدرب الرياضي يوسف قريب. اوكي.